مساء الخير يا شباب سنو رنر، مثل ما شفتوا امبارح عملنا الفيديو، خلصنا المشن تبع الودن بريدج، واخيرا اللي كان مشكله كتير كبيره، واليوم رح نكمل بالمشن تبعنا. هي بلشت شوي، المشن تخلص شوي شوي. حابب كتير اشكركم على تفاعلكم بالفيديوهات، والفيوز اكثر من رائعه، حتى الكومنتس اكثر من رائعه، شكرا كتير. ومثل ما بقول دائما بخلينا نكمل، ولسه بدنا نشوف فيوز اكثر عشان نكبر القناه معكم. مثل ما بقولوا، يعني لولاكم، لولا الفيوز تبعكم القناه ولا شيء. فشكرا كثير لكل اللي دعمونا، شكرا كثير لكل اللي عملوا سبسكرايب. وبعد ما نشوف الفيديو، اذا بتعملوا سبسكرايب، اذا بتشاركوا الفيديو كمان بيكون احسن. في عنا عن قريب رح نبلش هيك مسابقات صغيره مشان نشجع التفاعل ونشجع تبادل المعلومات بين العالم. خلينا نبلش اليوم بحلقه اليوم، نشوف انه شيء حناخذ. بس اول شيء خلينا نطلع هذا التراك لنكمل المشن تبع الاكل، وبعدين بنروح على المشن يلي بعدها. يلا حط الفران بلا ما يعلى، نشوف اذا في 15 ونش. ايوه بلشنا نخبص. حبيبي، لا 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 لا، شكلنا احنا اللي خبصنا. هنروح نجيب السيارة، يلا هنروح نجيب السيارة. هاي السيارة وحشة الصراحة. هي اللي طلعت التراك. لحظة ما بتطلع على السكرين بتلاقي غرست بالطين والدنيا والبهدلة. لا 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 لا، ونش
بيطلع شوي 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 شوي. هجرب اشوف اذا فيك الشاحنة خلص نخلص المشن. هذا اشوف ريستايل، هذا هذا بيطلع طلع ما طلع شو وضعه. No, no.
فود ديليفري. تمام. فود دليفري. اوكي. ليفل تو درينك صار. طيب. Missing oil tank on off-road truck is recommended. Fuel carrier trailer. طيب في rock slide. لا. Metal planks. لا. Stuck trailer. احنا وين؟ شيء قريب علينا. Fallen power line هذا بعيد. طيب missing oil tank. وين الجراج تبعي انا؟ اوكي. طيب this is good. هذا اللي حعمله له ريكفر. ريكفر يس. تمام. هذا ما نوصل له كستمايز. ما بده كستمايز. اوكي ليف جراج. طيب نروح على التراك الثاني. ايه ريكفر. تمام خلصنا. نجيب جراج. بعدين نروح على التراك الثالث الشاحنة. تمام خلصنا. بس ايه ريكفر اكسل. تمام سرق. ليش ما بخير سرقت؟ continue retain. شو يعني retain؟ لا طلعتها يمكن لبرا. menu اي ما بيخليني. يي اوكي جراج. فوت على الجراج. ها يي شو بقى اناسكا. جراج اي اعتقد اسكا احنا ما عندنا. خلصتها
انا بعتقد هذا بق. 300 منيو. اوكي كونتينيو. هلا بنروح على الجلوبال ماب، بنروح على مشيغن. ناخذ المشن ميسنج ماشينري، لا ميسنج اويل تاب. ها تمام اوكي، نروح على الجراج. تمام معلقة كانت، بس الشاحنة الثانية دي كان فيها ديفرنشال لأنه الشحنة بتاعتها الشحنة تعيسة. سايد بوت نهاية يوه وين راح؟ تراك ستور يمكن. اوكي ايوه 42,000، هذا 34,000. purchase preview scroll back. طب ما في سيل؟ هذي اكسبلور وورد تو انلوك ستراك. طيب طيب معناتها هيو روك هاي اجيبه هذا ستورج. تمام طب هعمل شغلة انا في الجراج. وين الواتش تاورز؟ رح استكشف الواتش تاورز هدول. خلينا نفتح الخريطة احسن شي. خلينا نفتح الخريطة هيك شوف. هلا حاطلع على اليمين وبعدين نروح على الرمل. هذا اضبط شي. على اليسار ولا على اليمين دغري. هلا افتح الواتش تاور. هنا فتحنا الماب. دغري بعدين على الشمال. شرفة
اوكي يا 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 وين الطريق؟ اوكي هذا ننزل
الثاني صح؟ انا ويني؟ هذا التاور جلطة يعني. الطريق كله غلط. اها معناتها هلا بنرجع برجوع بننزل على اليمين. اوكي التاور، التاور هون. طيب معناتها هلا انا حانزل طريق هيك. اي 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 بزبط بزبط. روح روح روح. وي اه يا زلمه حرام كانت حركه غبيه. كمان يا حرام شو دمج راحت السيارة. استهبلنا. هاي هي الحلقة خلصت باستهبال. شو بدنا نسوي؟ لازم نرجع نعيدها من الأول.
كمان يلا نعيد هلا مرة تانية بنطلع على الواتش تاور. اشوفكم الحلقة اللي بعدها.